في إطار التصدي لعمليات التهريب، تمكنت التشكيلات العسكرية اليوم من التصدي لسبعة كراهب تهريب على متنها عناصر مسلحة على مستوى عقلة تيدر قادمة من ليبيا ودخلت التراب التونسي وفق ما جاء في بلاغ وزارة الدفاع. هذا وأشارت الوزارة إلى تبادل إطلاق النار بين زوز أطراف مما أسفر عن احتراق سيارة وحجز زوز أخرين محملين بالمحروقات وعلى متنهم زوز أشخاص من دون وثائق هوية وأكدوا أنهم ليبيين، فيما تحصنت بقية السيارات بالفرار وتمكنت من الرجوع على التراب الليبي. من جهة أخرى وفق ما جاء في نفس البلاغ، تمكنت الوحدات العسكرية المنتشرة بالمنطقة العازلة على مستوى سيدي علي المثنيني البارحة في الليل من إيقاف زوز كراهب معدة للتهريب قادمة من ليبيا دون لوحات منجمية ومحملة بصفائح محروقات وعلى متنهم أربع أشخاص دون وثائق هوية وصرحوا أنهم من جنسية ليبيا.